اختتمت مساء أمس أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية 48% على مستوى وزراء الخارجية. وأكد المجلس أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما طالب القرار إيران بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والامتناع عن دعم جماعات تؤجج لهذه النزاعات وإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.